الخزي بمعنى العذاب. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، إلى أن يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. موضع الشاهد هو: ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تعذبني يوم البعث. كل هذا جاء ما بين ذكر نعم الله تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث يعددها ويبين فضل الله تعالى عليه، وبعد هذا يدعوه ألا يعذبه يوم البعث، لكن الكلمة لم تأتي ولا تعذبني، بل جاءت ولا تخزني، إذ إن الشاهد هنا له معنى خاص نوراني. وبالعودة إلى المعجمات اللغوية، فإننا نجد من معاني الخزي ما يتصل بالعذاب الشديد، مثلا: خزى فلانا سامه وقهره، ويخزوه خزوا أهانه وعذبه، خزي وقع في بلية وشر وذل وهوان وهلاك، إلى جانب معان أخرى. لكن ما يهمنا في موضع الشاهد هو أن الخزي يعني العذاب في أشنع وجوهه، ليكون هذا المعنى الذي انبثق عن الأصل قد حمل معنى خاصا به، لكنه لم ينفصل عن أصله. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى أن يقول: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ثم إلى أن يقول: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اشتملت هذه السورة آل عمران بآياتها على وحدانية الله تعالى وآثار إبداعه المتناسب، مع أنه هو الخالق العظيم. ثم جاءت الآيات التي تحمل شاهدين في معنى الخزي الذي يدل على العذاب والإذلال، وهو أيضا على رؤوس الأشهاد. والآيات الخمس المتوالية تعرض لنا دلائل قدرته تعالى على الخلق والإيجاد والإبداع، وفي مقابل ذلك يتفكر أصحاب العقول في هذا الكون وما فيه من عجائب، وهي ليست عبثا، بل ليستفيد الإنسان منها ويوحد ربه تعالى. وإلا فإن المنكرين سيؤولون إلى النار والعذاب والخزي يوم القيامة. لذلك كان دعاء المؤمنين أن ينقذهم ربهم من أهوال هذا العذاب، فجاءت الآية موضحة هذا، إذ قال عز من قائل: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ثم تعود الآيات لنقل ما في صدور المؤمنين إلى سطور القرآن الكريم الذي يصفهم بدعائهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد وردت كلمة الخزي في الآيتين الكريمتين بمعنى العذاب الشديد مع الإذلال على رؤوس الأشهاد، وهذا معنى من معاني الخزي الذي يومئ إلى خاصة محددة، لكنه يبقى مرتبطا مع الأصل في معنى الخزي عموما. الخزي بمعنى العذاب. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة التحريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.
الحديث عن هذا اليوم كما هو واضح هو يوم القيامة، وفيه تكريم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وتكريم المؤمنين معه. أما العذاب فهو للمشركين الكافرين. وما بين تكريم الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه وبين تعذيب الكافرين وردت توجيهات ربانية ليبتعد الإنسان عن مهاوي الهلاك ونار جهنم. وما نقف عنده هو الآية الكريمة موضع الشاهد في كلمة يخزي، وقد تضمنت الآية الكريمة الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين معه، لكنه في المقابل سيكون الخزي للكافرين. والخزي هنا جاء بمعنى العذاب الشديد في نار جهنم، والتحذير منه استدعى أن يكون الخزي في غاية العذاب وأشده. وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى من خلال قول الملائكة، أي ملائكة العذاب: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وفي هذه الآية دلالة على تأنيب الملائكة للمشركين، وهي تشير بشكل ما إلى هول العذاب الذي يلقاه الكافرون. وهكذا تطلع علينا كلمة الخزي بمعنى العذاب الشديد دون أن تنفصل عن معناها الأصلي. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إنها قصة نبي الله صالح مع قومه الذين كذبوه بعد أن كانت المعجزة وقد أجراها الله تعالى على يديه في الناقة، لكن المستكبرين المعاندين أبوا أن يكونوا تحت مظلة الإيمان، وتحدوا تحذيرات الله تعالى وعقروا الناقة، فكان العذاب الخزي قد وقع عليهم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولما مضت الأيام 3 وقع عليهم العذاب، ونجى الله صالحا ومن آمن معه برحمة منه، نجاهم من خزي يومئذ وهو يوم هوان ومذلة وعذاب على الكافرين، فقد أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأنهم لم يقيموا في ديارهم أو يعمروها. وواضح من وصف هذا العذاب والهلاك مقدار شدته مع هوان من وقع عليهم إذلالا أمام الأشهاد. والعذاب الشديد مع الهوان والإذلال من فروع معنى الخزي، جاء ليكون متصفا بصفة معينة، لكنه بقي على اتصال بالمعنى الأصلي لكلمة الخزي.